المطلوب منا أن نقسم 6 زائد 3 I تقسيم 7 ناقص 5 I، وعندما أقوم بعملية القسمة هنا فسوف أحصل على عدد مركب آخر، أي سأحصل على عدد حقيقي وعدد وهمي أو أي من مضاعفات I. لنفكر إذن في كيفية القيام بذلك. حسنا، عملية القسمة هي نفسها، سأعيد كتابة هذا، 6 زائد 3 I على 7 ناقص 5 I، إذن هذان متعادلان، القسمة هي نفسها، العبارة النسبية، حيث يكون لدينا عدد في البسط والآخر في المقام. فكيف يمكن تبسيط العبارة هنا؟ حسنا، يوجد أداة في مجموعة الأدوات مهمتها التحقق فيما إذا كان لدينا عدد وهمي أو مركب في المقام، وهي مرافق المركب. إذا قمنا بضرب كل من البسط والمقام في هذه العبارة أو بمرافق المقام، فسوف نحصل على عدد حقيقي في المقام. لنفعل ذلك، إذن دعونا نضرب البسط والمقام بمرافق المقام، والمرافق هنا هو 7 زائد 5 I. إذن 7 زائد 5 I، سنضرب كل من البسط والمقام بهذا المرافق، وأي عدد يقسم على نفسه سيكون الناتج 1. افترض أنك لا تتعامل مع صفر، حيث أن صفر على صفر هو عدد غير معرف، فإذا لدينا 7 زائد 5 I على 7 زائد 5 I يساوي 1. إذا لم نغير قيمة العدد، لكن الهدف هو التخلص من الجزء الوهمي في المقام. إذا لنضرب هنا البسط، علينا أن نضرب كل جزء من هذا العدد المركب بكل جزء من المركب هذا. ويمكنك تذكر خاصية التوزيع الآن، حيث أننا قمنا بها بالفعل مرتين. لدينا 6 ضرب 7 وتساوي 42، إذن 42، ثم لدينا 6 ضرب 5 I وتساوي 30 I، إذن زائد 30 I، ومن ثم لدينا 7 ضرب 3 I، هنا 21 I، وأخيرا لدينا 3 I ضرب 5 I وتساوي 3 ضرب 5 يساوي 15، ولكن لدينا I ضرب I وهي تساوي I تربيع تساوي ناقص 1، فيكون الناتج 15 ضرب ناقص 1 وهو يعادل ناقص 15. إذن هذا هو البسط، وهنا سيكون المقام. حسنا، لدينا A زائد B ضرب A ناقص B، يمكنك التفكير بهذه الطريقة، أو يمكن أن نفعل ما فعلناه في الأعلى، وسنقوم بهذا فعلا، فلن يتوجب علينا تذكر اختلاف نمط المربعات. إذا 7 ضرب 7 يساوي 49. دعونا الآن نفكر بها على طريقة التوزيع. أولا نقوم ب 7 ضرب 7، أو يمكن القيام بالعبارات الخارجية، 7 ضرب 5 I يساوي 35 I، ثم نقوم بالعبارات الداخلية، ناقص 5 I ضرب 7 يساوي ناقص 35 I، ستلغى هاتان القيمتان، والآن ناقص 5 I ضرب 5 I يساوي ناقص 25 I تربيع، وناقص 25 I تربيع يساوي 25 ضرب ناقص 1، وهذا يساوي 25. إذن دعونا نبسط الناتج، تلغى هذه القيم مع بعضها، ويبسط المقام إلى 49 زائد 25 ويساوي 74، والآن في البسط نجمع الأجزاء الحقيقية، لدينا 42 وناقص 15، لنرى ذلك، 42 ناقص 5 37 ناقص 10 27، إذن 27. والآن سنجمع 30 I زائد 21 I، سيكون أي 30 من شيء ما زائد 21 من نفس الشيء يساوي 51 عنصر من الشيء نفسه. إذا زائد في هذه الحالة يكون الشيء عبارة عن الوحدة الوهمية أي I. إذا سأقوم بهذا باللون البرتقالي، هذه 51 I، وأريد أن أكتبها بصورة A زائد B I، أي صورة المألوفة للعدد المركب، هذا ما يعادل 27 على 74 زائد 51 على 74، إذن زائد 51 على 74 ضرب I.
وهكذا انتهينا. لدينا جزء حقيقي ولدينا جزء وهمي. وإذا كانت آخر خطوة تزعجكم قليلا فقد تذكروا إنها نفس الشيء. عندما نضرب كلتا العبارتين بواحد على 74 يتوجب إذن أن نقسم كلاهما على 74، بالتالي نوزع واحد على 74 ضرب كل هذا. وأعتقد أنها طريقة وحيدة للتفكير، وبواسطتها حصلنا على هذا الناتج. لدينا عدد مركب من جزء حقيقي وجزء وهمي.